السلام عليكم. هنبدا انا ان شاء الله النهارده المعاصر، هنكمل المعاصر اللي اسمه هنبدا من بي جي 84 لغايه 91، هنخلصه كله ان شاء الله، كله هيخلص بامر الله النهارده. نلون بس الماوس ونقول مساله نمبر 1. نمبر 1 بيقول لي سيركل كويل الديامتر بتاعه 12.56، سيركل لوب او سيركل كويل ده الديامتر بتاعه، كاري كارنت 0.1 امبير، كاري كارنت 0.1 امبير، وعدد التيرنز بتاعته 100 تيرن. احسب الفراس دينسي عند السنتر، مساله وحشه خالص. احسب الفراس دينسي عند السنتر، طبعا هو دي الديامتر، ما بنشتغلش بالديامتر، بنشتغل بالرادياس. يبقى الرادياس هو ديامتر اوفر 2، يبقى 12.56 بحولها للمتر تايمز 10 بايز 2 ديفايد 2، بقى عندي الرادياس ومديني الكرنت ومديني عدد التيرن وعايز البي. في السيركل لوب القانون البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، ميو ان اي على 2 ار كله موجود، ادي الميو 4 باي تايمز 10 بايز 7 وعدد التيرن 100، اي عدد 100، والكرنت 0.1 على دبل الراديوس، والراديوس حسبناه 6.28 تايمز 10 ونجف 2، احسب البي تطلع 1 تايمز 10 ونجف 4، واليوني بتاعتنا تسلا. دي مساله نمبر 1 مباشره خالص. الجزء ده بسيط ما فيهوش مسائل صعبه. بعد كده بيقول لي الكتريك كرنت ماشي فاير، الواير ده طوله 26.4 سنتي، الواير ده لفيناه على شكل سيركل لوب، الراديوس بتاعها 5.6 سنتيمتر، يبقى الاول الواير لما كان ستريت كان طوله 26.4 سنتي، لفيناه فاصبح سيركل لوب، الراديوس بتاعها 5.6 سنتيمتر. بيقول لي كان السيركل لوب دي البي الفلكسنس عند السنتر بتاعها 8.25 تايمز 10 ونيجاتيف 6 تسلا. بيقول لي في الحاله دي يبقى الكرنت اللي ماشي كان كام؟ بيسال عن الكرنت، بيسال عن الكرنت. الواير الاول كان 26.4 سنتي، لفيناه سيركل لوب الراديوس بتاعها 5.6 سنتيمتر، عايزين نعرف يبقى عدد التيرن كام؟ عدد التيرن كام؟ لفيناه كام تيرن؟ ال ان ايكوال ال على 2 باي ار، لينس الواير لما كان ستريت 26.4 سنتي تايمز 10 باور نيجاتيف 2 على 2 باي ار 2 والباي 3.14 والراديوس قلنا 5.6 سنتي، اعملها تايمز 10 باور 2 يطلع عدد التيرن 0.75 تيرن. خلاص جبنا عدد التيرن، اعوض البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، البي 8.25 تايمز 10 باور نيجاتيف 6، الميو 4 باي تايمز 10 بنجيب 7، والان 0.75 الاي عايزينه على 2 الراديوس، والراديوس 5.6 سنتي احوله لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 2، حسبنا الاي يطلع الاي 0.98 امبير. دي كده المساله نمبر 2. المساله نمبر 3، المساله نمبر 3 قال لي الرسمه اهي، عندنا سيركل لوب بهذا المنظر، سيركل لوب بهذا المنظر، لما ابص على المنظر ده افهم ان دي عدد التيرن هنا ثلاث ارباع لفه، ما دي رايت انجل، دي كده رايت انجل، الحته مش موجوده، يبقى عدد التيرن هنا 3 على 4 يعني 0.75 تيرن. قال لي السيركل لوب ده كان ماشي في كرنت، داخل له كرنت مقداره 40 امبير، 40 امبير، وايد ان الراديوس اهو زي ما انت شايف على الرسم 2 سنتيمتر، الراديوس 2 سنتيمتر، وعايز نحسب له البي عند السنتر. البي ايكوال ميو ناي على 2 ار، الميو 4 باي تايم 10 ونيجاتيف 7، والنمبر اوف تيرن من الرسمه عشان دي رايت انجل، من الرسمه دي يبقى الان 0.75، والكرنت جيفن ب 40 على دبل الراديوس، والراديوس 2 سنتي تايمز 10 ماينس 2، يبقى حسبنا الفلوس دينسي خلاص. دي نمبر 3. مثال مش صعبه، سهله، يبقى اعرف الشكل ده، لما يبقى هنا دي رايت انجل يبقى على طول دي ثلاث ارباع لفه، يعني 0.75 تيرن. مساله نمبر 4، مساله نمبر 4. قال لي عندنا واير اللينس بتاعه 50.24 متر، الواير اللينس بتاعه 50.24 متر. الاريا بتاعت الواير ده 1.79 تايمز 10 ونيف 7، والريزستيفتي بتاعته 1.79 تايمز 10 ونيف 8 اوم متر. اداني اللينس واداني الاريا واداني الرو، ما كملش لقيت المساله، اروح حاسب الار. الار رو ال على الاريا، الرو جيفن والال جيفن والاريا جيفن، يطلع الار 5.024 اوم. قال لي الواير ده لفيناه على صوره سيركل لوب، عدد التيرن بتاعته 200 والريدس التيرن 4 سنتي، ووصلناه باتري الفي بي 12 فولت والار سمول الانترنال ريزيستنس 1 اوم. عايز احسب له الكرنت ماشي بكام والفلكس انت عند السنتر بكام. قلنا ما دام اداني رو وال واريا احسب الار. الار رو ال على الاريا، حسبنا الار. حسبنا الار، احسب الاي. الاي في بي على ار بلس ار. الفي بي ب 12 والار لسه حاسبينها بتاعت الواير اهو بلس ار سمول اللي هي ب 1. جبنا له الاي. عايزين نجيب له الفلكس دنسي عند السنتر، الفلكس دنسي ميو ان اي على 2 ار، ميو 4 باي في 10 بونج 7، والان قايل لنا 200، والاي لسه حاسبينه 1.99،
على ضرب الراديوس، والراديوس عندنا 4 سنتي تايم 22 مللي متر، حسبنا البي خلاص، حسبنا البي. يبقى الواير كان الاول ستريت لفيناه على سور السيركل لوب، وهو ستريت كان طوله 50 سنتي وريته مديها لي والرو بتاعته مديها لي مديني ال والاي والاريا، احسب الار. بقى جبت الار خلاص، الاي في بي على ار بلس ار جبت الاي، والبي ميو ان اي على 2 ار جبنا البي. المساله اللي بعدها نمبر 5، نمبر 5 قايل لنا سيركل الكويل يعني سيركل لوب، الريدس بتاعه 10 سنتي ماشي، اتعمل من واير، الريزستيفتي بتاعته 10 باور نيجاتيف 6، 10 باور نيجاتيف 6، والاريا بتاعتنا كانت 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 متر سكوير. السيركل لوب ده كان الفلوس دينتي بتاعته عند السنتر بوينت 1 تسلا. بيقول لي بعد كده هوك هات احسب الاي ام اف، ووصلناه باتري، وصلناه بباتري، اتوصل بباتري. الفي بي الفلوكس ديرسي عند السنتر كان 0.1 تسلا، وكانت في بطاريه الفي بي بتاعها مع المجهول، بس الار سمول بصفر، الار سمول بصفر. بيقول لي احسب الفي بي بتاعت الباتري بكام. مساله بقى دي عايزه تركيز جامد جدا، مديني الراديوس ومديني الفلوكس ديرسي عند السنتر ومديني الرو والاريا، مديني الرو والاريا، وعايزني اجيب له الفي بي. اقول بلاش وجع دماغ، البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، البي مديهولي ب 0.1، الميو 4 باي تايمز 10 باي نيجاتيف 7، ما اداليش الان وما اداليش الاي، على 2 الار، والار 10 سنتيمتر في 10 باي 2. من هنا كروس مالتيبيكيشن، احسب الان في الاي مع بعضها بكام؟ ما عنديش الان ما عنديش الاي، احسب الان في الاي بكام حته واحده؟ الان اي طلعت الرقم ده، يعني الاي لوحده، الرقم ده ديفايدد ان، الاي لوحده، الرقم ده ديفايدد ان. كمان مره البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، عندي كل حاجه ما عدا الان والاي، ما عنديش الان ولا الاي، هجيب البرودكت ان في اي بكام؟ ويبقى الاي الرقم ده على ان، واركنها شويه. الار ايكوال رو ال على الاريا، الار ايكوال رو ال على الاريا، الار الرو مدانا 10 باور نيجاتيف 6، ما ادانيش اللينز، ما ادانيش اللينز، لكن انا حافظ من حسنتين ثلاثه اربعه فاتوا ان الان كانت ال على 2 باي ار، الان كانت ال على 2 باي ار، يعني ال 2 باي ار ان. ال ال دي هشيلها واحط بدلها 2 باي ار ان، طول الواير اشيل واحط 2 باي ار، ده البريمتر في ان، على الاريا جيفن 4 في 10 باور نيجاتيف 5. من هنا هنعوض، هنعوض هنحسب الار، هتطلع الار 0.0157 في الان، ما الان مجهول، ما الان مجهول. خلاص قربنا، قربنا خلاص لاخر خطوه. يبقى هنا الار طلع فيها ان، الار طلع فيها ان. الاي ايكوال في بي اللي هو عايزها على ار بلس ار، الاي ايكوال في بي على ار بلس ار، الاي ايكوال في بي على ار بلس ار. الاي اهو الرقم ده اوفر ان، الرقم الكبير ده اوفر ان، الاي الرقم الكبير ده اوفر ان، الرقم الكبير ده اوفر ان، الفي بي ما اعرفش، والار اتحسبت 0.0157 في الان، والار سمول بزيرو، هشطب الان مع الان، هنشطب الان مع الان، ويبقى الفي بي الرقم ده في الرقم ده تطلع 250 فولت. مساله عايزه تركيز شويه، في القانون ده البي ايكوال يو ان اي على 2 ار ملخصها، ما ادانيش الان وما ادانيش الاي، اداني كل حاجه ما عدا الان والاي. احسب ان في الاي بكام؟ احسب ان في الاي بكام؟ يعني الاي الرقم الكبير ده على ان، واركنها على جنب. الار ايكوال رو ال على الاريا، مديني الرو مديني الاريا، لكن ما ادانيش ال. اللينس نبقى حافظين 2 باي ار في ان، 2 باي ار في ان. جبت منين القانون ده؟ خدناه في السيركلر لوب وخدناه في السيرنويد، لما كنا بنقول عدد التيرن ان بيساوي ال على 2 باي ار، ال على 2 باي ار، يعني ال 2 باي ار ان. هعوض كل موجود ما عدا الان، هتطلع الار ايكوال 0.0157 في الان. وصلنا لاخر خطوه، الاي ايكوال في بي على ار بلس ار، الاي اهي الرقم ده اوفر ان، الفي بي ما اعرفش، والار 0.0157 في الان، والار سمول بزيرو، هشطب الان مع الان، كروس مالتيبيكيشن هيحسب الفي بي تطلع 250 فولت. بعد كده المساله نمبر 6، نمبر 6 قال لنا عندنا ستريت واير، ستريت واير، ستريت واير، مره لفيته لفه واحده، ومره لفيته اربع لفات، مره لفيته لفه واحده، ومرة لفيته أربع لفات. عايز الريشيو بي 1 على بي 2، بي في الحالة الأولى بكام وبي في الحالة الثانية بكام؟ نفس الواير لفيته مرة لفة واحدة هيبقى الريدياس كبير، لفيته المرة الثانية هو نفس الواير بس أربع لفات، يبقى الريدياس أر 2 هيبقى أصغر. هو عايزني أجيب له بي 1 على بي 2 بكام؟ بصفة عامة الـ N إيكوال L على 2 باي R، يعني الـ L بتساوي 2 باي R N في الحالة الأولى، في الحالة الأولى أنا لفيته تيرن واحدة فكان الريدياس أر 1، يبقى الـ L إيكوال 2 باي R1 في 1، لفيته لفة واحدة على الترن N بـ 1 والريديوس R1، يبقى الـ L إيكوال 2 باي R في الـ N اللي هي بـ 1،
يعني ال L equal 2 by R1 2 by R1 يبقى دي أول equation. في الحالة الثانية نفس الواير لفيته أربع لفات، لفيته أربع لفات فبقى radius R2، لفيته 4 turn فبقى radius R2، يبقى نفس اللينس في الحالة الثانية 2 by R2 في 4 يعني ال L 8 by R2. ال L هو ال L، ال L هو ال L، يبقى أقدر أقول 2 by R1 equal 8 by R2، أساويهم ببعض. ال L هو ال L، هو الواير مرة لفيته لفة واحدة فبقى radius R1، مرة لفيته أربع لفات فبقى radius R2. ال L هو ال L، يبقى 2 by R1 هو 8 by R2. هختصر ال 2 by مع ال 8 by هيطلع 4، يبقى R1 equal 4 R2، يعني R2 على R1 هتبقى 1 على 4. كمان مرة ال 2 by مع ال 8 by فبقى 4، يبقى R1 equal 4 R2. ال R1 equal 4 R2، ال R1 equal 4 R2، واشبه شوية. هو عايزنا نجيب له الريشيو بي 1 على بي 2، عايزنا نجيب له الريشيو بي 1 على بي 2. البي 1 ميو ان اي على 2 ار 1، والبي 2 الديفايد هقلبه تايمز واشقلب، البي 2 ميو ان 2 اي على 2 ار 2. هشيل اشطب الاي مع الاي عشان اقل نفس الكرنت، وهشطب الميو مع الميو وال2 مع ال2، هيتبقى لي ان 1 اوفر ان 2، وهيتبقى لي ار 2 اوفر ار 1. الان 1 كانت ب 1 والان 2 كانت ب 4، في الاول لف لفه واحده وفي المره الثانيه لف اربع لفات، وبعدين R2 over R1، R2 over R1، R2 over R1 اللي هي R1 على 4، R2 على 1 اللي هي 1 على 4، 1 على 4، تبقى الريشيو بي 1 على بي 2 1 على 16. بنكمل المسألة نمبر 7. نمبر 7 قال لي عندنا سلك اللوب مكونة من المنظر ده متوصلة بواير، الواير ده ريزيستر بتاعته 3.7 اوم، وفي كي هنا اوبن وبعدين باتري. بيقول لي الكي ده بقى كلوزد، الكي ده بقى كلوزد، بيطلب مني احسب له كذا حاجه. قال لي سيركل لوب عامله بالشكل ده، اما اشوف المنظر ده اقول على طول ده الان بهاف، ده الان هنا بهاف. السيركل لوب ده كان ريديوس بتاعها ار 3.14 سنتيمتر. السيركل لوب دي متصنعه من واير، ريديوس الواير 0.1 مللي، يعني هنا عندي اثنين ريديوس، ريديوس اللوب اللي هو ريديوس الكبير ده، وريديوس الواير نفسه، ريديوس الواير نفسه. قال لي الفلوكس دينسي عند السنتر نقطه ام كان 2.4 تايمز 10^5 تسلا. قال لي متوصله باتري، الباتري الفي بي بتاعها 24 والانتنا ريزيستنس ار سمول بي 2. على الوضع ده كان الفلوكس دينسي عند السنتر 2.4 تايمز 10^5 تسلا. بيطلب مني الكرنت اللي ماشي بكام، والريزيستنس بتاعت اللوب لوحدها بكام، والريزيستيفيتي كمان بتاعتها. في الاول خالص هو قال لي البي عند السنتر بتاع السيركل لوب 2.4 تايمز 10^5، البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار. البي 2.4 تايمز 10^5، الميو 4 باي تايمز 10^7، الان بهاف، الان بهاف بيطلع فوق شويه، الان بهاف، وبعدين الاي ما نعرفش، على 2 الريديوس مدهولنا 3.14 سم احوله المتر تايمز 10^2، كروس مالتيبيكيشن جبنا الاي، طلع الاي 2.4 امبير، الاي 2.4 امبير. بعد كده الاي ايكوال في بي على ار بلس ار، الاي ايكوال في بي على ار بلس ار. هنعوض طبعا دي الار توتال، في ار توتال ما هو في ريزيستنس بتاعت اللوب وفي ريزيستنس اللي هي راكبه ان سيريز، في ريزيستنس واير اللوب وفي ريزيستنس هي ان سيريز، فدي ار توتال. الاي ايكوال في بي على ار توتال بلس ار سمول، الاي اتحسب 2.4، الفي بي 24، الار لوب الار بتاعت اللوب ما نعرفهاش، والار الثانيه السيريز معاها 3.72. كمان مره الار توتال هيبقى الار بتاعت اللوب بلاس الار 3.72 اوم، والار سمول بي 2. من هنا حسبنا الار بتاعت اللوب، خلاص حسبنا ريزيستنس واير اللوب، حسبنا ريزيستنس واير اللوب، حسبنا كده ريزيستنس بتاع واير اللوب. هو عايز نحسب له ريزيستنس واير اللوب اتحسب، عايز ريزيستيفيتي، عايز ريزيستيفيتي، واداني ريديوس الواير جيفن 0.1 مللي، اداني ريديوس الواير 0.1 مللي، عايزنا نجيب له ريزيستيفيتي. الار ايكوال ال على الاريا، الار لسه حاسبينها طازه 4.28، الرو عايزينها، الليل الال هنرجع تاني للال، الال 2 باي ار ان، الال 2 باي ار ان، الال 2 باي ار ان، يعني عوض الار 4.28، الرو عايزينها والال 2 باي ار ان 2 الباي 3.14 والريديوس من دولنا جيفن 3.14 سنتي تايم 2 والال بهاف على الاريا. الاريا مديها لنا، الاريا مديها لنا في المساله، كان مديها لنا 3.14 تايمز 10^8، الاريا موجوده في المساله بس انا ايه او الاريا اهي باي ار سكوير، الاريا باي ار سكوير حيث الارض ار الواير باي ار سكوير، الاريا باي ار سكوير، عوضنا عن الاريا اهي،
من هنا هو كروس مالتيبيكيشن احسب له الرو بتاع رو 1.36 تايمز 10.6 الاريا بنحسبها باي ار سكوير، حيث الار المستخدم ده هو ار الواير. هنا لما بستخدم القانون ميو ان اي على 2 ار بيبقى الار دي ار اللوب، لكن لما باجي احسب الاريا باي ار سكوير بيبقى الار دوت هو ار الواير. كمان مره لما باجي احسب القانون بي ايكوال ميو ان اي على 2 ار بيبقى دي الار بتاعت اللوب ار اللوب. اما اجي استخدم الاريا باي ار سكوير يبقى ده ار الواير، ده ار الواير، وطبعا ميلي بضربه في 10 باور نيجاتيف 3. خلصت وجبنا الرو. بنكمل بعد كده نمبر 8. نمبر 8 قال لنا عندنا سيركل لوب داخل لها كرنت 10 امبير، المساله فيها جيفن ملوش لازمه، ال 40 سم وال 40 سم دول مش هنستعملهم في المساله، ما لهمش لازمه. سيركل لوب داخل لها كرنت 10 امبير. ما هي بالمنظر ده، اما اشوف المنظر ده اقول الان بهاف، الان كده بهاف، الان بهاف، وكان مديني ديامتر 20 سنتيمتر. طبعا ما اشتغلش بالديامتر، بنشتغل بالريديوس. الديامتر 20 سم يبقى ريديوس 10 سنتيمتر. الان كده من المنظر ده بهاف والاي ب 10. عايز نحسب له البي عند السنتر. البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار كل موجود. الميو 4 باي تايمز 7 والان بالمنظر ده بهاف. والاي هيقول لنا اهو ب 10 على 2 الريديوس، وهو كان مديني ديامتر 20 سنتيمتر يعني ريديوس 10 سنتيمتر. تايمز 10 باي 2 كل موجود اعوض واجيب البي. نمبر 9. مسألة نمبر 9. نمبر 9 بيقول لي طبقا لبور موديل، موديل بتاع بور للهيدروجين اتوم اللي احنا هناخده ان شاء الله في شابتر 7 في شابتر ده في شابتر 7 داخل خالص. بيقول لي في الكترون بيدور حوالي في الاوربت بتاعه، والاوربت ده الريدياس بتاعه 5.1 تايمز 10 11 متر. الالكترون ده بيدور بفريكوينسي 8.6 تايمز 10 بار 15 هرتز. بيقول لي احسب الفلوكس دينسي عند السنتر، احسب الفلوكس دينسي عند السنتر. في الاول كان الالكترون بيدور في لوب، في لوب كان اللوب ده سيركل لوب مكون من ترن واحده، كان اللوب ده سيركل لوب مكون من ترن واحده، يبقى الريدياس عندي. قال الفريكوينسي 8.6 تايم 10 باور 15 هرتز. الفريكوينسي ده ان على تي من شهر من ثانيه ثانوي. الفريكوينسي ان على تي، ان على تي. الفريكوينسي اداهولنا، الفريكوينسي اداهولنا 8.6 تايم 10 باور 15. الفريكوينسي كان تعريفه عدد اللفات في الثانيه الواحده، عدد اللفات في الثانية الواحدة، يعني ده عدد اللفات وده الثانية الواحدة، ده عدد الترنز وده الثانية الواحدة، ده عدد اللفات وده الثانية الواحدة. عدد اللفات هنا بنعتبرها عدد الالكترون. ازاي؟ هو الكترون واحد عمال يلف وانا واقف في مكان محدد بعد كام الكترون عدى عليا. الكترون عدى عليا أول مرة وعدى عليا تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة وعاشر مرة. انا ما اعرفش ان ده الكترون واحد، اما اقوم اقول ده عدى عليا 10 الكترون في الثانيه، 10 الكترون عدوا عليا، 10 الكترون عدوا في الثانيه. فتملي الفريكوينسي بنعتبره انه عدد الالكترون. انا واقف هنا وفي الكترون بيعدي بفريكوينسي 8.6 تايم 10 باور 15. هو ايه الفريكوينسي؟ عدد اللفات في الثانيه الواحده، عدد اللفات في الثانيه الواحده. الالكترون لف ادي اللفه الاولى، اللفه الثانيه، اللفه الثالثه، 8.6 تايم 15 لفه. بس انا واقف هنا براقب، مش عارف لي ده الكترون واحد. انا ده يتهيألي ان دول كل دي الكترونات عدت عليا، الكترونات اللي عدت عليا في ثانيه 8.6 تايم 15 تايم 10 باور 15. يبقى على طول الفريكونسي بنعتبره هو عدد الالكترون، عدد الالكترون بنعتبر التايم بثانيه. خلاص جه عندي العدد الالكترون وعندي التايم، احسب الاي كيو على تي وكيو ان في على تي. من هنا حسبنا الاي خلاص. عايز البي عند السنتر، البي ميو ان اي على 2 ار، الان انا اعتبرها ب 1 والاي اهو اتحسب على 2 والريدياس 5.1 في 10 بار يبقى نيجاتيف 11 متر. كمان مره في الكترون بيدور بفريكونسي 8.6 تايم 10 بار 15 هرتز. يعني ايه فريكونسي؟ يعني عدد السايكل في الثانيه الواحده، عدد اللفات في السايكل في الثانيه الواحده. الالكترون عمال يلف كده، الالكترون عمال يلف كده، يلف كده، وانا واقف يعني هو براقب. انا كده الالكترون ده شفته كام مره في ثانيه؟ شفته 8.6 تايم 10 باور 15 مره في الثانيه. او بقول ايه ده؟ يبقى دي عدد الالكترونات اللي عدت عليا في ثانيه، دي عدد الالكترونات، مش اجباري ان هو ده الكترون واحد، دي عدد الالكترون اللي عدت عليا في ثانيه واحده. كمان مره الفريكوينسي معناها الالكترون عمل كام سايكل في الثانيه، كام سايكل في الثانيه، كام سايكل في الثانيه. الالكترون لف 8.6 تايم 10 باور 15 سايكل في الثانيه. طب انا واقف في الحته دي براقب،
شفت الالكترون ادي مره، شفته كمان مره، كمان مره، كمان مره، كمان مره. انا مش عرفت دول الكترون واحد، انا هفتكرهم الكترون مختلفه، الكترون مختلفه. يبقى عدد الالكترون اللي عدت عليا 8.6 تايم 10 باور 15 الكترون. الكلام ده كله حصل في ثانيه واحده. الاي كيو على تي وكيو ان في اي على تي. هنعوض جبنا الاي. بقت عبيطه البيم يو ان اي على 2 ار، والان هنا بنعتبر ده الاوربت دوت هو لفه واحده اوربت، وفي الالكترون عماله تدور اوربت ليفل كده، والالكترون عماله تدور فيه. بنكمل نمبر 10. قال لي عندنا اثنين سيركل لوب، اثنين سيركل لوب الاولاني ماشي في كرنت 7 امبير وعلى التنس بتاعته 400 والرادياس 20 سنتي. السيركل لوب الثاني ماشي في كرنت 10 امبير على التنس بتاعته 500 والريز بتاعه 10 سنتيمتر. قال لي التو كارنت في الاول كانوا في السيم دايركشن، التو كارنت كانوا في السيم دايركشن، في الاول كانوا في السيم دايركشن. عايز نحسب له البي توتال. ما دام في السيم دايركشن يبقى البي توتال بي 1 بلس بي 2. ميو ان اي على 2 ار بلس ميو ان اي على 2 ار. كله موجود ميو ان اي على 2 في الار. ميو ان اي على 2 في الار. جبنا البي توتال خلاص. قال لي احسب البي توتال ده 1 اوف زيم روتيت 180. واحد منهم دار 180 درجه. لما واحد منهم بيدور 180 درجه الكرنت كده كانه اتعكس 180 درجه. الكرنت اتعكس يبقى كانه التو كرنت في الاوبزيت دايركشن. بص بص في الاول خالص كان السيركل لوب في الاتجاه ده والسيركل لوب في الاتجاه ده في السيم دايركشن. كان واحد كده والتاني برده كده في السيم دايركشن. اللي ورا ده لف 180 درجه. يبقى بدل ما هو كده لف لف وبقى كده. يبقى كده بقى الاثنين عكس بعض. الاثنين عكس بعض. زي ما بقول ايه؟ في ولد هنا اخوه 180 درجه منه. يبقى ده معناه الواد الاولاني كويس جدا والواد الثاني وحش جدا. دول الاثنين اخوات بس يعني ده بينهم 180 درجه. 180 درجه يعني الاثنين مختلفين تماما. يعني لو ده طلع فوق يبقى ده نازل لتحت. كان الاول التنسر كلوب الكرنت بيمشي في اتجاه واحد. السيركل لوب الاخر الوراني ده الكرنت فيه لف 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 180 درجه. يعني بقى كده بص الناحيه الثانيه. يبقى كلمه 180 تعني ان التو كرنت بقى في الاوبزيت دايركشن. التو كارنت بقى في الاوبجيت دايركشن يبقى البي توتال بي 1 ماينس بي 2 نفس الحسابات اللي فوق بس بدل البلس بقلبها ماينس، بدل البلس بقلبها ماينس واحسب. قال لي لو واحد منهم روتيت 90 درجه، واحد منهم روتيت 90 درجه، يعني واحد كان كده والتاني لف 90 درجه، لف 90 درجه. كده بقى التو فلوكس بيربنديكولار، كده بقى التو فلوكس بقى اصبحهم بيربنديكولار يبقى البي توتال روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. هنحسب ده، ده كده هو بي 1 وده كده هو بي 2. هاخد ده واسكوره وهاخد ده واسكوره، هاخد ده اسكوره وهاخد ده اسكوره. سكوار ده هاخده 8.7 واسكوره 0.0314 واسكوره. يبقى جبنا البتوتال. يا ريت تحفظ في السيم دايركشن بقى. واحد منهم اتعكس 180 درجه ده معناه ان بقينا نيجاتيف بماينس. لو واحد منهم دار 90 معناه التو فلوكس بقى بيربنديكولار، التو كويت بيربنديكولار فالتو فلوكس اصبحوا بيربنديكولار. بيرمنديكولار يبقى القانون البيرمنديكولار اللي بي ايكوال روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. يبقى تاني بنعمل مسألة نمبر 11. مسألة نمبر 11، نمبر 11.
هنبدأ نعمل مسألة نمبر 11. عندنا قايل لنا عندنا تو سيركل لوب، تو سيركل لوب، التو سيركل لوب دول ماشي فيهم كرنت، ماشي فيهم كرنت ايكوال في القيمة بس في الاوبزيت دايركشن. ريدس الاولاني 10 سنتيمتر، ريدس الثاني 20 سنتيمتر، عدد تيرنز الاولاني 100، عدد تيرنز الثاني ما نعرفش بس البي توتال بتاعهم كان زيرو. يقول لي يبقى الاي تو بكام؟ شيلش ان البي توتال بالزيرو يبقى البي 1 اد البي 2 كقيمه وعكسه في الدايركشن، وعكسه في الدايركشن. سيبنا من عكسه في الدايركشن دلوقتي، خليها كقيمه. البي 1 ميو ان اي على 2 ار، البي 2 ميو ان اي على 2 ار، هعوض هشطب الميو مع الميو وال2 مع ال2 اعوض باللي معايا، وهشطب الاي مع الاي عشان هو قد بعض. هيتبقى لي ان 1 ب 100، هيبقى لي ار 1.1 عشان 10 سنتيمتر يعني 0.1، الان 2 عايزه والار 2 20 سنتيمتر يعني 0.2، كروس مالتيبليكيشن يحسب ل 2 هتطلع 200 ترم. بنكمل المساله نمبر 12. مساله نمبر 12 قال لي عندنا اثنين سيركل لوب، اثنين سيركل لوب ليهم كومن سنتر. قال لي ريديوس الاولاني كان دبل ريديوس الثاني، ريديوس الاولاني كان دبل ريديوس الثاني، الكرنت فيهم كان في السيم دايركشن وقد بعض، اي 1 ايكوال اي 2 في السيم دايركشن، اي 1 قد اي 2 في السيم دايركشن، اي 1 قد اي 2 في السيم دايركشن. قال لي اذا كان البي بتاع الاولاني اصغر من البي بتاع الثاني، في الاول البي بتاع الاولاني اصغر من البي بتاع الثاني، في الاول التو كارنت كانوا في السيم دايركشن، يبقى البي توتال في الحاله الاولى ما دام في السيم دايركشن يبقى بي 1 بلس بي 2. قال لي عكسنا الكرنت في واحد منهم، عكسنا الكرنت في واحد منهم، عكسنا الكرنت في واحد منهم. لما اعكس الكرنت يتعكس الفلوكس، هفترض ان عكست الكرنت بتاع الاولاني، يبقى فلوكس الاولاني اتعكس، بقى البي توتال بي الكبيره ناقص الصغيره، هما يقدرش من بعض، الكبير ناقص الصغير. هو ايه اللي بي 1 اصغر من بي 2؟ يعني بي 2 اكبر من بي 1، يبقى بي 2 ماينس بي 1. انا لما عكسنا الكرنت البي توتال في الحاله الثانيه بايكوال هاف البي توتال في الحاله الاولى، لما عكسنا الكرنت البي توتال في الحاله الثانيه بايكوال هاف البي توتال في الحاله الاولى. في الاول التو فلوكس كانوا في السيم دايركشن، يبقى البي توتال بي 1 بلس بي 2. في الحاله الثانيه عكسنا الكرنت في واحد منهم، فبقى كده الفلوكس بتاعه اتعكس، بقى البي توتال الكبير ناقص الصغير بي 2 ماينس بي 1، هو ايه اللي البي 2 هي الكبيره. قال لما عكسنا الكرنت البي توتال بقت هاف البي توتال، البي توتال في الحاله الثانيه بقت ايكوال البي توتال هاف البي توتال في الحاله الاولى، ايكوال هاف البي توتال في الحاله الاولى، ايكوال هاف البي توتال في الحاله الاولى. بيقول لي هات الريشيو ان 1 على ان 2 بكام؟ هات الريشيو ان 1 على ان 2 بكام؟ هلعب من الاول هنا، البي توتال في الحاله الثانيه هاف البي توتال في الحاله الاولى، البي توتال في الحاله الثانيه بي 2 ماينس بي 1 ايكوال هاف، البي توتال في الحاله الاولى بي 1 بلس بي 2. شويه ماس هاف بي 2 هجيبها الناحيه دي بالنيجاتيف، يبقى بي 2 ماينس هاف بي 2 يبقى هاف بي 2، البي 1 هوديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى بي 1 بلس هاف بي 1، يعني 3 على 2 بي 1، هشطب ال 2 مع ال 2 يبقى البي 2 3 بي 1، البي 2 ميو ان اي على 2 ار ايكوال 3، البي 1 ميو ان اي على 2 ار، واعوض وابدا اعوض الاول هشطب بس الميو مع الميو، وهشطب ال 2 مع ال 2 وهشطب الاي مع الاي عشان هم قد بعض، هيتبقى لي في الاخر هنا ان 2 على ار 2 وهيتبقى هنا 3 وان 1 على ار 2 وكمان معانا على ار 1، بس هنا عوضنا، هنا عوضنا شلنا ار 1 شطبنا ال 2 مع ال 2 شطبنا ال 2 مع ال 2 وعوضنا عن الار 1 ب 2 ار 2، عوضنا عن الار 1 اهو ب 2 ار 2، عوضنا عن الار 1 ب 2 ار 2. هشطب الميو مع الميو والاي مع الاي وال 2 مع ال 2، هيتبقى لي ان 2 وهيتبقى لي هنا ار 2 وهنا هيتبقى لي ان 1 وهيتبقى لي ار 1، ار 1 هفكه ب 2 ار 2 ب 2 ار 2، هشطب ار 2 مع ار 2 ونجيبها ريشو، يبقى هجيب هنا ان 1 هنا يبقى ان 2 على ان 1 3 على 2، شقلب يعني ان 1 على ان 2 بقى 2 على 3، هجيب ال ان 1 هنا يبقى ان 2 على ان 1 3 على 2، هشقلبهم يبقى ان 1 على ان 2 بقت 2 على 3. يبقى في المساله دي في الاول كانوا في السيم دايركشن فبلس، في الحاله الثانيه كانوا في الاوبزيت دايركشن بقى الماينس، وماينس الكبير ناقص الصغير، هو قايل لك مين الكبير؟ قايل لك بي 2 هي الكبيره، يبقى بي 2 ماينس بي 1. لو ما كانش قايل لي مين الكبير كنت هحطها جوه ابسوليوت، لو ما كانش قايل لي مين الكبير كنت هحطها جوه ابسوليوت. مساله نمبر 13. نمبر 3 اتعملت كتير قوي قبل كده. نمبر 13 قايل لي عندنا واير عملناه على شكل رينج بالشكل ده، واير كان طوله 48 سم، او واير كان الريزيستا بتاعته 48 اوم، واير كان الريزيستا بتاعته 48 اوم، الواير ده عملناه على شكل رينج بالشكل ده، وجينا وصلنا الباتري من الطرفين اي وبي، وصلنا الباتري من الطرفين اي وبي، والباتري دي كان الفي بي ب 6 فولت، ب 6 فولت بهذا الشكل، والار سمول مهمله،
بيقول لي هنا هو في المساله بيقول لي احسب ايه؟ كان عايزني احسب له كذا حاجه. اول حاجه احسب له الار توتال، احسب له الار توتال. في الاول هو الواير كله كان 48، الواير ده كان طويل قوي وتقوله كله كان الزيت بتاعته 48، الواير ده اقسمه نصين يبقى النص ده 24 اوم وده 24 اوم، 24 اوم و24 اوم. النص الاولاني عملته كده زي طاقيه 24 اوم، واللي تحت 24 اوم، هو الواير كله 48 قسمته نصين، النص الاولاني عملت الجزء اللي فوق ده الكرسي اللي فوق، والنص الثاني عملته الكرسي اللي تحت، بقى فوق 24 وتحت 24 وبارلل. ما دام بارلل 24 و24 بارلل يبقى التوتال ب 12 اوم، ب 12 اوم. الباتري مداني 6 فولت، مديني الباتري 6 فولت وعايزني اجيب له الكرنت التوتال. الاي في على التوتال، الفي اي لنا ب 6 والتوتال ب 12، يبقى الاي بنص امبير. الاي لنص الامبير ده هيتقسم ل 0.25 و0.25. الكرنت التوتال هو 0.5 امبير هيتقسم هنا هو الاي 1 واي 2 بالتساوي، يبقى الاي 1 ايكوال الاي 2 ايكوال 0.25. عايز نحسب له الفلاس دي انت عند السنتر، الفلاس دي انت عند السنتر من غير ما افكر بزيرو. ليه بزيرو؟ ما هو اي 1 اد اي 2 واي 1 عكس اي 2. ليه اي 1 عكس اي 2؟ الاي 1 ماشي كده مع الساعه والاي 2 ماشي كده عكس الساعه. الاي 1 اد اي 2 قيمه وعكسه كدايركشن، والراديوس متساوي، يبقى البي هنا اد البي هنا وعكسها، البي هنا اد البي هنا وعكسها، يكنسلوا بعض ويبقى البي توتال بصفر. على طول لما يبقى عندك سيركل يبقى عند السنتر البي توتال بصفر، ريكتانجل البي توتال عند السنتر بصفر، تريانجل البي توتال عند السنتر بصفر، سكوير البي توتال عند السنتر بصفر. بنكمل يقول لنا هنا عندنا رينج الريد بتاعها 5 سم. بالمناسبه اي وقت يقول لك رينج يبقى عدد التيرن بوان، على طول رينج يبقى عدد التيرن بوان. سيركل الرينج الريد بتاعها 5 سم بتحمل كرنت 2 امبير. احسب الفلاس دي انت عند الرينج، احسب الفلاس دي عند سنتر الرينج. البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي تايم 7 7، ما دام رينج يبقى الان بوان وهي ماشي فيها كرنت 2 امبير على 2 راديوس 5 سنتيمتر، يبقى 5 في 10 2 حسبنا البي عند السنتر. ايه اللي حصل للرينج دي؟ اللي حصل للرينج دي ان هي النص نص منها راح موقفه وخلاها بيربنديكولار، نص منها تناه وخلاها بيربنديكولار زي ما انت افرد كف ايدك، افرد كده كف ايدك وبعدين تعالى على الصوابع بس خليها كده عامله رايت انجل، خليها عامله رايت انجل، يبقى كده صوابعك وكفك بقوا بيربنديكولار. افرد ايدك خالص وبعد كده اتني صوابعك بس عشان تبقى بيربنديكولار على الكف. ابص كده الاقي بلان صوابعي وبلان كفي بقوم بيربنديكولار. ده اللي حصل في سيركل لوب، خلاص الجزئين دول بقوم بيربنديكولار، يبقى الفلوكس بتاعهم بيربنديكولار. هحسب فلوكس كل واحد عشان استخدم القانون البيربنديكولار اللي هو البي توتال وود بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. البي بتاع الجزء الاولاني ميو الان بهاف والكرنت بتن على 2 الراديوس ب 5 في 10 بوليف 2. البي بتاع الجزء الثاني بالتاني ميو ان اي على 2 ار، نفس الكلام اللي فوق، ميو الان بهاف والاي ب 10 على 2 راديوس 5 سنتيمتر في 10 بوليف 2. جبت بي 1 وبي 2، احسب التوتال عند السنتر ما دام التو سيركل بيربنديكولار، يبقى التو فلوكس بيربنديكولار، يبقى البي ايكوال روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. هعوض بده واسكواره، اعوض بده واسكواره واخد الروت، يبقى ده البي توتال عندنا اهو. يبقى عشان تتخيلها كويس هي بالظبط كان كف ايدنا وبعدين صوابعنا بس لفيناها وبقت بيربنديكولار على باقي الكف، يبقى خلاص كده التو سيركل لوب بيربنديكولار، يبقى الفلاس بتاعهم بيربنديكولار، يبقى استخدم قانون البيربنديكولار البي روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. بنكمل مساله نمبر 15. نمبر 15 قال لي عندي سيركل لوب بالشكل ده، دي سيركل لوب بالشكل ده، في كرنت 4 امبير داخل من هنا، طبعا الكرنت 4 امبير داخل من هنا وخارج من هنا، داخل من هنا وخارج من هنا، الباتري 1 فولت والار سمول بزيرو. طب هو الكرنت ده داخل هنا 4 امبير، جزء ماشي كده وجزء ماشي كده واتقابلوا وخرجوا من هنا، الفول امبير اتجزأت لجزء فوق وجزء تحت، الجزء اللي فوق مشي كده ولف وقابل الجزء اللي تحت وخرج وساوي ورجعوا تاني للباتري، يبقى الكرنت 4 امبير خرج 4 امبير رجع. بيقول لي احسب الدان، طبعا بيانات ان الواير اللي مصنعه منه الرينج، الواير دوت الاريا بتاعته 0.02 سنتيمتر سكوير، الريدس بتاعه 7 سنتي، الكرنت 4 امبير والباتري 1 فولت. عايز نحسب له كمان البيتوتال عند السنتر، البيتوتال عند السنتر، عايز نحسب له الريستيفتي والبيتوتال عند السنتر. فانا كده ابص كده على رسمه ثانيه، ابص على رسمه ثانيه. هو الرسمه هنا هو ال 4 امبير جت هنا اتقسمت هنا وهنا،
طب اتقسمت دي كام وكام؟ الحته دي ربع ترم، ربع لفه، واللي فوق دي ثلاث ارباع لفه. يعني لو الحته دي الريزلت بتاعتها ار، تبقى الحته دي الريزلت بتاعتها 3 ار، دي ار واللي فوق دي 3 ار، كرنت 4 امبير جاي، دي الريزستنس دي اللي فوق دي 3 مرات دي، يبقى الكرنت تحت 3 مرات فوق. طب ده كله 4 امبير، يبقى هنا 3 امبير وهنا 1 امبير، يبقى ال 4 امبير اتوزعت 3 امبير هنا 1 امبير هنا. عايزني احسب له البتوتال عند السنتر، بس في الاول اجيب الارتوتال. الارتوتال في على اي، في على اي، الفي ب 1 فولت والاي ب 4 امبير، يبقى الارتوتال طلعت بكام؟ بربع اوم. الارتوتال بربع اوم. طيب انا عايز اعرف بس ريزيست الحته دي كام ودي كام؟ المفروض الجزء ده والجزء ده بارلل، يعني الارتوتال بتاعتهم برودكت على الصم، يعني ار في 3 ار على ار بلس 3 ار، الجزئين دول كده، الجزئين دول بارلل، يبقى الارتوتال ار في 3 ار على ار بلس 3 ار، يعني الارتوتال تطلع 3 على 4 ار، الارتوتال بربع اوم، يبقى كده قدرنا نجيب الار، خلاص كده قدرنا نجيب الار، يبقى ربع ايكوال 3 على 4 ار، تبقى الار بثلث اوم، يعني الحته دي ثلث اوم، والحته دي هتبقى قدها ثلاث مرات 1 اوم، دي ثلث اوم ودي 1 اوم، دي كده هيبقى دي قدها ثلاث مرات، دي ثلث اوم، هيبقى اللي فوق دي 3 في ثلث يعني 1 اوم. جبنا الار بتاعت الجزء ده قد ايه؟ ثلث اوم، والار بتاع الجزء ده 1 اوم. طول الواير ال ال ان 2 باي ار، ال 2 باي ار ده ال ان ب 1 و 2 والباي والار قايل لك 7 سم، قايل لنا فوق الريديوس 7 سم، قايل لنا الريديوس اهو 7 سم، الريديوس 7 سم، الريديوس 7 سم. الار بقى توتال لما كان لسه واير، سيبك بقى افصل الباتري خالص، افصل الباتري خالص، افصل الباتري خالص، الحته دي ار ودي 3 ار، يعني ريزيستنس الواير كانت 4 ار، ريزيستنس الواير كانت 4 ار، والار بثلث اوم، يبقى ريزيستنس الواير 4 في تلت 1.33 اوم. اخلع الباتري خالص، وعايزين ريزيستنس الواير، الحته دي ار والحته دي 3 ار، يبقى ريزيستنس الواير كله 4 ار، والار بثلث اوم، يبقى ريزيستنس الواير كله 1.33. انا بعمل كده ليه؟ ما انا عايز اجيب الرو، الرو ريزيستنس الواير، ريزيستنس الواير مش الرينج، في الاريا على ال، الار طلعت 1.33 والاريا مدهاني 0.02 سنتيمتر سكوير ده 10.4، والال اتحسب حسبناه 0.439، ال ال 2 باي ار، ال ال ب 1 2 والباي 3.14 والريديا 7 سنتي حولتها متر، يبقى كده جبنا الرو، كده جبنا الرو. عايزين نجيب له البيتوتال عند السنتر، البيتوتال عند السنتر. طبعا الكرنت هنا ماشي مع الساعه، والكرنت تحت ماشي عكس الساعه، فوق مع الساعه وتحت عكس الساعه، يبقى التو كرنت عكس بعض، يبقى البيتوتال الديفرنس، يبقى البيتوتال الديفرنس، يبقى البيتوتال بي 1 ماينس بي 2، ميو ال ان هنا بربع، ال ان هنا ربع، وال ان هنا ثلاث ارباع، ال ان هنا ربع ترن، واللي فوق دي ثلاث ارباع، اللي فوق دي ثلاث ارباع، هي دي كانت تركه المساله، دي ربع ودي ثلاث ارباع. الاولى مش فيها كرنت 3 امبير ودي 1 امبير، دي 3 امبير ودي 1 امبير، جا منين 3 1 اهي، دي ار ودي 3 ار، الريزستنس دي قد ثلاث مرات، يبقى الكرنت بالعكس، يبقى الكرنت هنا قد هنا ثلاث مرات، طب ده كله 4، يبقى هنا 3 امبير وهنا 1 امبير، عوضنا خلاص، جبنا البي توتال عند السنتر. بنكمل نمبر 16، مساله نمبر 16. انا عندنا ستريت واير اهو ماشي فيه كرنت 20 امبير، والسيركل لوب ماشي فيه كرنت 5 امبير، وعدد التيرنز بتاع السيركل لوب 1 تيرن، راديوس السيركل لوب بيديهاني 0.0785 متر. بيقول لي البي توتال بصفر، البي توتال بصفر، احسب المسافه بين الواير والسنتر، احسب المسافه بين الواير ده والسنتر، يعني احسب دي، احسب المسافه بين الواير والسنتر، البي توتال بصفر، ما دام البي توتال بصفر يبقى البي واير قد البلوب، شو قيمه وعكسه في الدايركشن، سيبنا من الدايركشن دلوقتي، البي توتال بصفر يبقى بي واير قد بلوب، اعوض بي واير 2 تايمز 10 في الكرنت 20 عن المسافه دي ما نعرفش بكام، دي المجهوله. البي بتاع السيركل لوب ميو ان اي على 2 ار، ميو 4 باي تايم 10 في ال ان ب 1 هو قايل لي، والاي ب 5 اهو على 2، والراديوس قايل لي 0.078، يعني هنا جبنا الدي، ده اول طلب مننا جبنا الديستنس. بعد كده بقول اتجاه الكرنت على فين؟ اتجاه الكرنت على فين؟ هو البي توتال بصفر، يبقى البي بتاع ده عكس البي بتاع ده، عشان كده كنسلوا بعض. ما دام البي بتاع ده عكس البي بتاع ده، يبقى الكرنت ده عكس الكرنت ده من الناحيه القريبه. يبقى الكرنت هنا عكس الكرنت ده من الناحيه القريبه، طب الكرنت هنا طالع لفوق، يبقى في الواير نازل لتحت. البي توتال بصفر، يبقى البي بتاع ده والبي بتاع ده عكس بعض فيكنسلوا بعض.
يبقى الاي بتاع ده والاي بتاع ده عكس بعض من ناحيه قريبه. طب ده طالع لفوق يبقى الستريت واير اللي كان فيه نازل لتحت، نازل تو داون وورد، نازل تو داون وورد، نازل تو داون وورد. بنكمل بسأل نمبر 17، قال لي عندنا واير بالشكل ده ماشي في كرنت اي، كرنت اي مجهول. الواير ده على بعد 5 سنتيمتر من الرينج، الرينج دي الرينجز بتاعها 2.5 سنتيمتر. عندنا واير اهو ماشي في كرنت اي على بعد 5 سنتيم من رينج، الرينجز بتاع الرينج دي 2.5 سنتيمتر، 2.5 سنتيمتر. بيقول لي الكرنت اللي ماشي في اللوب كان 3 امبير، الكرنت اللي ماشي في الواير يبقى كام؟ عشان يبقى البي توتال بصفر، يبقى البي توتال بصفر. البي توتال يبقى بصفر لما يكون البي بتاع الواير قد البي بتاع اللوب وعكسه. بي الواير القانون 2 تايمز 10 من 7 الاي المجهول بتاع الواير على المسافه من هنا لغايه السنتر، من هنا لغايه السنتر 5 بلس 2.5، 5 بلس 2.5 يعني 7.5 سم هيبقى تايمز 10 باور 2 ايكوال ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي تايمز 10 باور 7 والان قايل لنا ب 1. الكرنت هنا جيفن ب 3 امبير، ب 3 امبير اهو على 2 والمسافه الريديوس دوت 2.5 سم في 10 باور 2. جبنا الاي خلاص، يبقى جبنا اول حاجه حسبنا الاي. عايز الفلوس ينسي عند السنتر يبقى بكام؟ لو عكسنا اتجاه الكرنت، لو عكسنا اتجاه الكرنت، لو الكرنت اتعكس البي توتال هنا يبقى بكام؟ من الاول كان التو كرنت عكس بعض، فكان البي توتال عكس بعض فكانوا بيكنسلوا بعض. لما اعكس الكرنت هنا يبقى الكرنت هنا والكرنت هنا في السيم دايركشن، من ناحيه قريبه وفي السيم دايركشن، يبقى البي توتال البلس، يبقى البي توتال البلس، يبقى البي توتال هيبقى بي 1 بلس بي 2. البي بتاع الستريت واير بلس البي بتاع اللوب، البي بتاع الستريت واير 2 تايمز 7، الاي بتاع الستريت واير لسه حاسبينه 28.26 على المسافه 7.5 في 10.2. البي بتاع اللوب ميو ان اي على 2 ار، الان ب 1 والاي ب 3 والار 2.5 سم في 10.2. حسبنا البي توتال. يبقى هم الاول كان اهو في الرسمه اهي كان التو كرنت عكس بعض من الناحيه القريبه عكس بعض، فكان التو فلكس عكس بعض فكانوا بيكنسلوا بعض يبقى البي توتال بصفر. عكسنا الكرنت في السيركل لوب، يبقى لما هو جاي كده بقى رايح العكس، بقى كده التو كرنت مع بعض في السيم دايركشن، التو كرنت في السيم دايركشن، يبقى البي توتال بلس، البي توتال بلس، يبقى بي 1 بلس بي 2. بنكمل ونقول عندنا اثنين واير ده ماشي فيه كرنت 1.5 امبير بارلل وده 4.5 امبير في وسطهم سيركل لوب، سيركل لوب، سيركل لوب محطوط على بعد 1.5 متر من كل واحد منهم. الرسمه كانت جيفن. قال لي بعد كده ان الريديوس بتاع السيركل لوب كان 10 باي سم، ريديوس السيركل لوب كان 10 باي سم، 10 باي سم. بيقول لي الكرنت اللي يمشي في السيركل لوب يبقى كام؟ عشان البي توتال في النص يبقى بصفر، البي توتال في النص يبقى بصفر. المساله دي محلوله في شيت الدرس وهي جت امتحان 2016. عايزين البي توتال هنا يبقى بصفر، يبقى الاي في السيركل لوب بكام؟ هو امتى البي توتال يبقى بصفر؟ لما البي توتال بتاع التواير يبقى قد وعكس البي بتاع السيركل لوب فيكنسلوا بعض يبقى البي توتال بصفر. امتى البي توتال بصفر؟ لما يكون البي توتال بتاع التواير قد وعكس البي بتاع السيركل لوب فيبقوا يكنسلوا بعض هما الاثنين. يبقى هنا عمليه من عند النقطه دي البي توتال بصفر، على رسم اوضح شويه، البي توتال يبقى بصفر لما البي بتاع التواير يبقى قد البي بتاع السيركل لوب وعكسه، قده وعكسه فيكنسلوا بعض. سيب ده من عكسه دلوقتي، خلينا قده. البي بتاع التواير عند السنتر هنا، البي بتاع التواير التو كانت في السيم دايركشن، لما يبقى التو كانت في السيم دايركشن يبقى البي توتال هنا يبقى ماينس من بعض، يبقى بي 1 ماينس بي 2 ده يساوي البي بتاع السيركل لوب، يساوي البي بتاع السيركل لوب. البي 1 2 تايمز 10 اي 7 اي 1 اللي هو 1.5 على المسافه 0.5 ماينس 2 تايمز 10 اي 7 الكرنت 4.5 على المسافه دي اللي هي 0.5 ده يساوي البي بتاع السيركل لوب ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي تايمز 10 اي 7 الان هو قايل لنا ب 1 الاي ما عرفوش على 2 الار، والار قايل لنا 10 باي سنتي، سنتي يبقى في 10 باور نيجاتيف 2، في 10 باور نيجاتيف 2. بس خلاص نبدا نعوض، نبدا نعوض، هنبدا نحسب ده. لما نحسب ده 3 ماينس 9 جوه ابسولوت يعني 6، هنحسب ده كده هيبقى 10 اي، يبقى 6 ايكوال 10 اي، يبقى الاي 6 على 10 0.6 امبير، 0.6 امبير. يبقى كده خلاص جبنا الاي. بيقول لي اتجاه الكرنت يبقى على فين؟ اتجاه الكرنت في السيركل لوب يبقى على فين؟ قلنا في الحصه وقتها ابص الكرنت ده الاقيه صغير والكرنت ده كبير، ده الكرنت صغير وده الكرنت كبير، الكرنت صغير اهمله خلاص مش عايزه اهمله. طب البي توتال هنا بصفر، ما دام البي توتال هنا بصفر يبقى البي بتاع السيركل لوب
قد وعكس البي بتاع الواير ده، البي بتاع السلك اللوب عكس البي بتاع الواير ده، يبقى الكرنت في السلك اللوب عكس الكرنت ده. طب الكرنت ده طالع لفوق، يبقى الكرنت هنا نازل لتحت في الناحيه القريبه. البتوتال هنا بصفر، البتوتال بصفر، يبقى الفلوكس بتاع ده والفلوكس بتاع ده عكس بعض. يبقى الكرنت بتاع ده والكرنت بتاع ده عكس بعض من الناحيه القريبه. طب الكرنت ده طالع فوق، يبقى الكرنت ده نازل لتحت، نازل لتحت. يبقى الكرنت في السلك اللوب ماشي ويز ذا كلوك وايز، ماشي ويز ذا كلوك وايز، ما دام الاي 2 اكبر من الاي 1 يبقى باهم الاي 1 خالص. الاي 2 اكبر من الاي 1، ده 4.5 وده 1.5، ده الصغير بهمله خالص. واقول اه الكرنت طالع لفوق، يبقى هنا الكرنت لازم ينزل لتحت عشان يبقى البي توتال بصفر، عشان يبقى البي توتال بصفر. مسألة بعد كده اهوك نمبر 19، قال لي عندنا ستريت واير وعندي رينج اوتر ورينج انر، رينج اوتر ورينج انر، المسافات ار 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 بالشكل ده. بيقول لي لما كانت اتجاهات الكرنت بهذا الشكل كان البي توتال كان باور نيجاتيف 6 تسلا. بيقول لي لو عكسنا الكرنت في الستريت واير البي توتال يبقى بكام؟ لو عكسنا الكرنت في الرينج الداخليه يبقى البي توتال بكام؟ لو الرينج الكبيره دي خلينا فيها الكرنت دبل يبقى البي توتال هنا بكام؟ ناخدها واحده واحده. هم قالوا في المساله لما توك 3 كرنت يبقوا في الاتجاهات دي البي توتال 10 بوينت 6 كده، 3 كرنت في السيم دايركشن يبقى البي توتال بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3. البي توتال يبقى بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3، بي واير بلس البي اوتر وبلس البي انر. ونبدا نعوض لان كله موجود ما عدا الاي والار، كله موجود ما عدا الاي والار، كله موجود ما عدا الاي والار. البي واير 2 تايم 07 اي على المسافه من هنا للسنتر 3 ار، المسافه دي كلها 3 ار. الاوتر رينج ميو ان اي على 2 ار، والار من هنا من هنا لغايه هنا 2 ار. بالنسبه للوب الداخليه هتبقى الريديوس ار بس، ار واحده بس. هتفضل تاخد اي على ار كومون فاكتور. هناخد اي على ار كومون فاكتور واحسب الباقي كله بالاله الحاسبه. يبقى 10 بوينت 6 اي على ار 1 في 10 بوينت 6، يعني الاي على ار لوحدها هننزل ده تحت ونحسب تطلع ب 1، يبقى الاي على ار ب 1. بيقول لي احسب التوتال، احسب التوتال لو عكسنا الكارنت في الستريت واير بس. لو عكسنا الكارنت في الستريت واير بس يبقى البي بتاعته هتتعكس، يبقى البي توتال هيبقى ماينس بي واير بلس بي اوتر بلس بي انر. ده بس اللي هيتعكس، البي بتاع الواير بس اللي هيتعكس. هيبقى البي توتال نفس الكلام اللي فوق بالظبط، نفس كل حاجه، بس هنا هيبقى فيه ماينس، هنا هيبقى فيه ماينس وهكذا. يبقى هنا بقى في ماينس اهو، هنا بقى في كده ماينس. وعوضنا بالشكل ده، طبعا لما دام فيهم واحده ماينس يبقى بحط جواها ابسليون. طلع الكلام ده كله، طبعا خدت اي على ار كومون فاكتور، خدنا اي على ار كومون فاكتور، وده كله اتجمع بالاله الحاسبه. والاي على الار احنا مطلعينها ب 1، الاي على الار احنا مطلعينها ب 1 من قبل كده، الاي على الار ب 1. عوض يبقى جبنا البيتوتال في الحاله دي. الحاله الثانيه لما اعكس الكرنت في الانترنال رينج بس. هو ده القانون الاسكتي. لما اعكس الكرنت في الانترنال رينج يبقى ده هنا احط نيجاتيف، احط هنا نيجاتيف، احط هنا نيجاتيف. ما دام حطيت نيجاتيف هتبقى جوه ابسولوت اخرى. حطينا هنا نيجاتيف وعوضنا وخدنا الاي على الار كومن فاكتور واللي باقي بالاله اهو كتب اهو، واي على الار طلعت ب 1، اي على الار طلعت ب 1 من فوق. اي على الار طلعت ب 1. الطلب الثالث والاخير قال لي وهي كده بالظبط، بس لو الاوتر رينج دي خلينا فيها الكرنت الدبل، خلينا فيها الكرنت بقى الدبل، البي توتال يبقى بكام؟ البي توتال يبقى بكام؟ نشوف بقى كده لما البي توتال يبقى دبل. بدل ما هو كان اي بقى 2 اي، بدل ما كان اي بقى 2 اي، في الستريت واير اي، في الانر رينج اي، في الاوتر بس اللي بقى 2 اي. هاخد اي على ار كومون فاكتور واجمع كل اللي جوه، والاي على ار ب 1، يبقى خلصت المساله. كل اللي عملته ان بدل ما كانت اي خليناها 2 اي، بدل ما كانت اي خليناها 2 اي، اوتر رينج بدل ما كانت اي بقت 2 اي، والانر زي ما هي اي، والانر زي ما هي اي، والواير زي الستريت واير زي ما هو اي. هو بس خلينا الاوتر رينج الكرنت فيها از دبلت، وحسبنا خدنا الاي على الار كومون فاكتور وحسبنا اللي جوه كله، والاي على الار من الحسبه السابقه كان ب 1. نكمل وناخد نمبر 20. نمبر 20 قال لنا عندنا سلك اللوب مكون من ترن واحده، ترن واحده ماشي في الكرنت 5 امبير، ماشي في الكرنت 5 امبير. كان في واير محطوط تانجنت له، كان في واير محطوط تانجنت له، فكان البي بتاع اللوب قد البي بتاع الواير، البي بتاع اللوب قد البي بتاع الواير. ما دام هو تانجنت يبقى دي قد الار، دي قد الار. بيقول لي في الحاله دي احسب الريديوس، احسب الاي بكام، احسب الاي بكام، الاي في الستريت واير بكام، الاي
في الستريت واير كان بكام؟ الاي في الستريت واير كان بكام؟ يبقى هنرجع تاني نشوف سيركل لوب على التنس بتاعته 1 ترن ماشي في كارنت 5 امبير محطوط جنب واير لمسه، فما دام لمسه يبقى دي اد الار، فكان البي لوب اد البي واير، البي لوب اد البي واير. بيقول لي في الحاله دي يبقى الاي كان بكام؟ والله البي بتاع اللوب ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي في 10 ماي 7 والاي اللي قايل لي بواحد والاي ب 5 على 2 ان ار مش عندي. البي بتاع الستريت واير 2 تايمز 7 في اي على ار. هنساويهم ببعض، ما هو قال لك البي بتاع ده قد البي بتاع ده، يبقى كان 5 في 4 في 3.14 تايمز 7 على 2 ار بيساوي 2 تايمز 7 في اي على ار. هشطب الار مع الار، الار مع الار وكروس مالتيبيكيشن، يبقى حسبنا الاي خلاص، حسبنا الاي خلاص. يبقى هو كان سيركل لوب وفي واير تاني محطوط تاتش ليها، ما دام تاتش او تانجنت يبقى دي اد الار. كان ماشي في سيركل لوب 5 امبير وعايز تنس 1، وكان البيين بتاع اللوب والواير قد بعض بالظبط، قد بعض بالظبط. فبيقول لي بناء على كده يحسب الاي بكام؟ البي بتاع اللوب ميو ان اي على 2 ار، البي بتاع الواير 2 تايمز 7 اي على ار. هساوي التو كويشن ببعض واشطب الار مع الار مع الار واحسب الاي. مساله نمبر 21، نمبر 21 نفس هي نفس الفكره. برضه واير كان محطوط تانجنت، ما دام تانجنت يبقى الار قد دي. اللوب كان فيها كارنت 0.42 امبير. بيقول لي يبقى الواير في ماشي في الكارنت ده، الكارنت اللي ماشي في الواير قيمته كام؟ الكارنت اللي ماشي في الواير قيمته كام عشان يبقى البي توتال بصفر؟ سينس البي توتال بصفر يبقى البي بتاع الواير قد البي بتاع اللوب واوفزت. البي بتاع الواير 2 تايمز 7 اي على دي. البي بتاع اللوب ميو ان اي على 2 ار. في المساله دي ما دام تانجنت يبقى هشطب الار مع دي، هشطب الار مع دي. هتلاقي كله موجود، احسب الاي على طول، احسب الاي على طول. بنكمل. مساله نمبر 22. نمبر 22 سهله مباشره خالص. سولونويد طوله 20 سم والتنس بتاعه 200 ماشي في كارنت 0.5 امبير. بيقول لي احسب الفلاكس دينسي مرتين، مره لو السولونويد ده ملفوف على الهواء، ومره لما لو ملفوف على ايرن رود على الهواء، ومره على الايرن رود. واداني بيرميبيلتي الرود قد ايه؟ هقول والله في الهواء بصفه عامه البي ايكوال ميو اي على ال، الميو في الهواء 4 باي تايمز 7 والال ب 200 والاي ب 0.5 والال قايل لي 20 سم يعني 0.2 متر. حسبنا البي خلاص في الهواء. قال لي لو السولونويد ده لفيناه، لو السولونويد لفيناه على ايرن رود واداني البي بتاعت الايرن ميو بتاعت الايرن رود 2 تايمز 10 ماي 3 ويبر على امبير متر، احسب البي، البي ايكوال ميو اي على ال، الميو هو مديها لي في المساله للسوفت وير 2 تايمز 10 ماي 3 والان قلنا ب 200 والاي بنص على 2 ار، على 2 ار على ال، اسف على ال عشان السولونويد على ال، ال 0.2 تحسب البي في الحاله دي بتاع 1 تسلا، 1 تسلا. فرق بس لما بلف على الهواء بيبقى دي بيرميبيلتي الهواء، لما بلف على الرود بيبقى دي بيرميبيلتي الرود 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. بنكمل اللي بعدها ونقول عندنا، عندنا السولونويد طوله نص متر، عدد لفاته 1000، الفلوس دينسي عند الاكس بتاعه 0.04 تسلا. بيقول لي احسب الكرنت اللي ماشي بكام، احسب الكرنت اللي فيه بكام مباشر. البي ايكوال ميو اي على ال، البي جيفن 0.04، الميو 4 باي تايم 7 ال اي دي 1000 والاي ما نعرفوش بكام والليز بتاع السولونويد 0.5 متر. كروس مالتيبيكيشن تحسب الاي يطلع 15.92 امبير. مساله نمبر 24 برضه نفس سهله. 24 السولونويد طوله 0.6 متر ماشي في كرنت 10 امبير، الفلاس انت عند الاكس بتاعه 0.05 تسلا. بيقول لي في الحاله ديك ام بي، قول لي قول لي النمبر اوف تيرن باليونت لينس بكام؟ النمبر اوف تيرن بير يونت لينس، النمبر اوف تيرن بير يونت لينس يعني عايز يقلني على ايه؟ النمبر اوف تيرن بير يونت لينس عايز يقلني على ايه؟ النمبر اوف تيرن بير يونت لينس عايز يقلني على ايه؟ اعوض البي ايكوال ميو اي على 2 ار، البي جيفن 0.05، الميو 4 باي تايم 7 الان ما اعرفش والاي ب 10 على ال ما اعرفش، نجيب له ان على ال بكام؟ ده النمبر اوف تيرن بير يونت لينس، النمبر اوف تيرن بير يونت لينس اهو. بعد كده قال لي اذا كان السولونويد طوله 0.6 متر، اذا كان السولونويد طوله 0.6 متر يبقى الان بكام؟ عدد لفاته بكام؟ هو الان على 0.6 بيساوي الرقم دوت. ال 0.6 ال ال هنا اصبح ب 0.6 يبقى كروس مالتيبيكيشن بيحسب ال ان تطلع 2388.5 تيرن. يبقى في الاول كان عايز ان على ال لوحدها، كان عايز ان على ال لوحدها، كان عايز ان على ال لوحدها. وبعدين راح قايل لي ان على ال بكام؟ ان على ال بكام؟ ففي الحاله دي اقدر اجيب له ال ان بكام؟ نمبر 25
سولينويد طوله 0.22 متر، الاريا بتاعته 25 تايمز 10 4، عدد اللفات بتاعته 300 ترن، الفلوس دي انت عند الاكس بتاعه 1.2 تايمز 10 بو نيجاتيف 3. بيقول لي يبقى الكرنت اللي ماشي فيه بكام؟ الكرنت اللي ماشي فيه بكام؟ البي ايكوال بيقول اي على ال، البي جيفن 1.2 تايمز 10 بو نيجاتيف 3، الميو 4 باي تايمز 10 بو نيجاتيف 3، والان ب 300، والاي ما اعرفش على 2 على ال، ال اللي هو 0.22. كله موجود، كل الحاجه موجوده، اروح حاسب الاي ده بكام، احسب الاي بكام. حسبنا الاي بكام خلاص. بعد كده قال لي الماجنتيك فلكس جوه الكويل بكام، الماجنتيك فلكس جوه الكويل بكام، الفلكس جوه الكويل بكام، الفاي بتساوي بي في ايه، بي في ايه، البي اهي لسه جايبينها حالا دلوقتي، والاريا جيفن مديها لنا 25 تايمز 10 بو نيجاتيف 4، مديها لنا 25 تايمز 10 بو نيجاتيف 4، الاريا جيفن اهي، الاريا موجوده اهي، الاريا موجوده اهي، بعد كده هو بعد كده هو الاريا موجوده اهي 25 في 10.4 متر سكوير. بنكمل نمره نمبر 26، مساله 26 قال لنا عندنا سولينويد طوله 50 سم وعدد الترن بتاعته 100 ترن، بتوصل بباتري الفي بي بتاعها 2 فولت ولا سمول بزيرو. بيقول لي بعد كده هو لو هنا اهو، فكان الفلوس دي بتاعها بي، سيبنا من الترند دلوقتي، اقول له في الاول خالص تاني سولينويد كان طوله 50 سم على الترن بتاعته 100، بتوصل بباتري 2 فولت ولا سمول بزيرو. في الحاله الثانيه لو الان دي قلت اصبحت 50، البي تصبح كام؟ البي تصبح كام؟ عايز اجيب البي في الحاله الاولى والبي في الحاله الثانيه. وكان يديني في المساله حاجه بيقول لي ان ريزيستنس 0.1 اوم لكل متر، الريزيستنس 0.01 اوم لكل ترن، اللفه الواحده الواير فيها اللي شفتها 0.01 اوم. فانا اقول هنا اهو عدد اللفات قد ايه؟ 100، يبقى الارك كلها 0.01 تايمز 100 يعني 1 اوم، دي الاي كلها، اقدر اجيب الاي ببي على ار بلس ار، يبقى جبت الاي كمان ب 2 امبير. هو عايز البي، هو عايز البي، البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، البي ميو ان اي على 2 ار كله موجود، والان ب 100 والاي ب 2 والال ب 0.5، جبنا البي. قال لي بعد كده طب لو ال 100 لفه اصبحوا 50 احسب البي جديده. فانا اقول كده ال 100 لفه عليها حلين، ال 100 لفه اصبحت 50، طيب يبقى كده ان قل، ان قلت، ان قلت الار كان قايل لي 0.1 اوم للترن الواحده وكانوا 100 ترن، دلوقتي بقى 0.01 اوم وبقوا 50 ترن مش 100، بقوا 50 مش ترن، يبقى دي الار الجديده. احسب الاي الجديد 4 امبير وعوض. البي ايكوال من اي على ال، البي ايكوال النيو 4 باي في 10 7، الان بدل ما كانت 100 اصبحت 50، الاي الجديد بدل ما كان 2 بقى 4، بقى 4 اهو. بعد كده على ال، على ال، والله الكويل احنا كان لفاته 100 اصبحت 50، يبقى طوله كان 0.5 اصبح 0.25، كان هنا قصيناه نصين، كان الواير في الاول عدد ترنز 100 لفه وكان الطول بتاعنا نص متر، دلوقتي بقت 50 لفه، يبقى الطول دلوقتي ربع متر. حسبنا دي خلاص كده، حسبنا دي خلاص، ده حل. في حل تاني، ان عدد الترنز كانوا 100 واصبحوا 50، يبقى عدد الترنز قل النص، يبقى الطول قل النص، يبقى الار قلت النص، يبقى كان زاد الدبل، ونروح معوض البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، اللي قل واللي زاد زاد، تحسبها يطلع 2، البي ب 2، البي ب 2، البي ب 2، يبقى البي قل، يبقى كده البي زاد بقى، للاسف ده هنا كده السهم ده لفوق، السهم ده لفوق، البي كده زاد مرتين، 2 هتروح مع 2 والطول تحت تطلع فوق، يبقى البي زاد مرتين، البي زاد مرتين، يبقى البي الجديده هي البي القديمه، هي البي القديمه اللي احنا كنا حاسبينها في الاول، هنضربها في 2، هنضربها في 2، البي الجديده هتبقى عباره عن 2 في البي اللي كنا حاسبينها في الاول، 2 في البي اللي كنا حاسبينها في الاول، يطلع لي الانسر بتاعنا اهو. نفس الانسر اللي فوق بالظبط، نفس الانسر اللي فوق، نفس الانسر اللي فوق. البي القديمه اهي ضربناها في 2 فبقت بهذا الشكل، يبقى الحالتين طلعوا نفس الانسر، التو انسر عملوا نفس الاجابه، حلين عملوا نفس الاجابه، الان كانت 100 اصبحت 50، يبقى الان قلت النص، يبقى التو قلت النص، يبقى الار قلت النص، يبقى الاي زاد الدبل. نعوض ميو ان اي على التو ار، الان قلت النص والاي زاد الدبل واللينس قل النص، ده التو هتروح مع التو، يبقى قلت التو لتحت، تتشال فوق تبقى التو فوق، يبقى البي زاد، السهم ده غلط، البي زاد مرتين، البي زاد مرتين، زاد مرتين، زاد مرتين، يعني مرتين المره القديمه، المره القديمه كانت 5.24 تايمز 10 بو نيجاتيف 4، اضربها في 2 ويبقى خلصت المساله خالص. بنكمل.
مسألة نمبر 27 27 بيقول لي لما كده يبقى قال لي ده كده ريزيستنس 5 اوم باتري ال في بي 60 فولت يبقى سمول بي 2. قال لي هنا عندنا السولونويد الريزيستنس بتاعته 6 اوم، الريزيستنس بتاع السولونويد 6 اوم. بيقول لي هنا احسب البي عند الاكس بتاعه لما يكون الكي اوبن مره وكلوزد مره. لما يبقى اوبن، يبقى الارتوتر هي السولونويد بس، الارتوتر هي السولونويد بذات بس هي 6 اوم، وعدد اللفات 100 والال بتاعه 20 سم. الكي كان اوبن، الارتوتر ب 6 دي مش داخله في اللعبه خالص. الاي في بي على ار بلس ار، الفي بي ب 60 والار بي 6 والار سمول بي 2، يبقى حسبنا الاي 7.5 امبير. جبنا الاي، البي ايكوال ميو اي على ال، الميو 4 باي في 10 ميو 7، والان قايل لنا ب 100، والاي 7.5 على ال، والال قايل لنا ب 20 سم يعني 0.2 متر. جبنا البي خلاص كده، جبنا البي. قال لي لو كده بقى كلوزد احسب بي تاني، ولو كده بقى كلوزد هتبقى ال 6 اوم وال 3 اوم بارلل. ال 6 اوم وال 3 اوم بارلل يبقى الارتوتال ب 2، يبقى الارتوتال هيبقى ب 2. نحسب الاي الجديد، في بي على الارتوتال بلس ار سمول، الفي بي 60 والارتوتال ب 2 والار سمول ب 2، يبقى الاي 15 امبير. ده مين ده؟ الاي توتال 15 امبير، 15 امبير هي هيتقسم هنا وهنا، هيتقسم حبه هنا وحبه هنا. يبقى الاي اللي انا عايزه في السولونويد هيبقى عباره عن الاي توتال 15 في الريزستور بعيد عن السولونويد اللي هي 3 على 3 بلس 6 على 3 بلس 6، هيطلع الاي سولونويد 5 امبير. خلاص جبنا الكرنت اللي ماشي في السولونويد، جبنا الكرنت اللي ماشي فوق. البي ميو ان اي على 2 ار، بي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي في 10 7 والال ب 100 والاي ب 5 لسه حاسبينه حالا على ال 0.2. جبنا البي، كده خلاص. يبقى في الاول، كان الكي اوبن، كانت الارتوتال هي بتاعت دوب بس 6 اوم، كلها كانت 6 اوم. لما كده بقى كلوزد، بقى فيه هنا 6 اوم وهنا فيه 3 اوم مبرد، يبقى التوتال بتاعه براحه الصام يطلع 2، هيطلع 2. طيب احسب الكرنت التوتال، الاي في في بي على ارتوتال بلس ار سمول، الفي بي 60 والارتوتال وهو كلوزد اهو، بقت 2 عشان 6 و 3 بلد، يبقى 2 بلس ار سمول هي 2، يبقى كله 15. الكرنت هنا كله 15، اتقسم هنا كام وهنا كام؟ يمنى اللي فوق، الكرنت اللي فوق يبقى 15 في 3 على 3 بلس 6 على 3 بلس 6، يطلع 5 امبير، البي بعد كده هو ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي في 7، الان ب 100، الاي ب 5 واللين 7.2. يبقى جبنا البي في حاله السولويد عند الاكس بتاعه بالظبط. نمبر 28 قال لنا عندنا واير الديامتر بتاعه 0.2 متر، ملفوف على حاجه البريمتر بتاعتها 2 تايمز 10 ونجم 3. بيقول لي لفات اتلفت تانجنت لبعضها، مدار لنا كرنت 5 امبير. اول ما اشوف ان التنز ار تانجنت يبقى استخدم الكرنت بي ايكوال ميو ان اي على ال، والال هنا هي الان في الدي، هي عدد اللفات في الديامتر الايه الواحده، الديامتر الواير الواحد. البي ايكوال ميو ان اي على ال، الال هنا ال في الدي، ما دام التنز ده جنب بعضها يبقى عددها ال في الديامتر الواير، هشطب الان مع الان، هلاقي كله موجود، يبقى حسابنا البي. في اول ما يقول لك الكوينز تانجنت لبعضها يبقى ال ان دي، تشطب ال ان مع ال ال وتعوض. بنكمل مساله نمبر 29، حلو قوي شابتر 1. بيقول لي احسب الريزلتي عند اكس الكويل دوت، عايزني اجيب له الكرنت هنا، ده احنا هنجيب الكرنت في كل سيت من شابتر 1، ال 9 وال 18 وال 6. ال 9 وال 18 وال 6 دول بارد، ماسكين بعض من ناحيتين، من هنا ومن هنا. التوتال بتاعهم 6 اوم، انا حسبته ازاي؟ ال 9 وال 18 بارلل بيقول لك على الصوم يطلع 6، ال 6 وال 6 بارلل بيقول لك على الصوم يطلع 3، يبقى دول هشيلهم واحط معاهم 3، ال 9 وال 18 بيقول لك على الصوم هيطلع 6، ال 6 وال 6 بيقول لك على الصوم هيطلع 3، يبقى دول ايه عباره عن 3، دول كده عباره عن 3، بعد كده هو دول كده 3، ال 3 دول هيبقوا مالهم بال 15 الاول، يبقى هنا في كده في 3، ال 15 وال 30 دول بارد، برودكت على الصام، هيطلعوا 10، يبقى كده دول اتشالوا بقوا 10، ومن تحت في 3، يبقى التوتال بقى 30 اوم، خلاص دول كده بارد، واللي يطلع سيريز مع بتوع دول، يبقى التوتال ب 60. الاي بي بي
على التوتال بلس السمول ال في بي ب 26 والتوتال ب 60 يبقى ب 2 امبير، يبقى الاي هنا ب 2 امبير. انا مش عايز الاي هنا، انا عايز الاي في السولينويد. اقول الاي السولينويد، اي السولينويد هيبقى عباره عن الاي التوتال اللي هو 2 امبير في الريزيستنس البيلي على السولينويد اللي هي ال 15 على 15 بلس 30 على 15 بلس 30. كمان مره الكرنت اللي داخل على السولينويد عباره عن الاي توتال اللي هو 2 امبير في الكرنت اللي بعيده عن 12 اوم اللي هي اللي هي بعيده عنها اللي هي 30 اللي هي 3 اوم على 30 اوم على 30 بلس 15 30 بلس 15 30 بلس 15. خلاص جبنا الاي في السيرك في الكويل، عايزين نجيب له البي بقى. البي ميو ان اي على ايه؟ كانت مشكله الاي ميو ان اي على ايه؟ الميو عندنا والان عندنا 150 والاي اصبح عندنا على ال اللي هي ب 1 متر. مساله نمبر 30، مساله نمبر 30 قال لنا عندنا سيركل لوب الديامتر بتاعه 22. اول ما اشوف كلمه ديامتر اشوف الريديوس، يبقى الريديوس 11 سنتي يعني هو 0.11 متر. قال لي ملفوف 49 تيرن ماشي في كرنت مجموعه مش عاجبنا، وكان الفيرست دينتي 7 تايمز تيرن 5 تسلا. بيطلب مني احسب له الاي دي كام؟ احسب له الاي دي كام؟ البي ايكوال ميو ان اي على ايه؟ البي جيفن 7 في 10 باور نيجاتيف 5 الميو 4 باي في 10 ال 7 ال 49 الاي ما اعرفوش على دبل ريديوس. دبل ريديوس اللي هو الديامتر يعني 0.22 متر. هعوض واحسب الاي، هنعوض ونحسب الاي. بعد كده قال لنا الكويل دوت شديناه فبقى سنويد، فبقى سنويد 2.11 متر. احسب الفلاس دلت بتاع السنويد بقى بكام؟ اللوب دوت ستريتش تو بي سنويد طوله 0.1 متر ده طوله. بيقول لي احسب البي بتاعه كام؟ البي ميو ان اي على ايه؟ البي عايزينها الميو 4 باي 7 الان ب 49 هو قايل لك الان ب 49 والاي ب 0.25 على ال اللي هو بقى 0.11 ده مدونا جاي 11 سنتي. هو عايز ايه؟ عايز السنوي طوله 11 سنتي يعني طوله 0.11 متر. حسبنا البي ميو ان اي على ال، حسبت خلاص. نمبر 31، نمبر 31 مباشر قال لنا عندنا سيركل لوب الديامتر بتاعه 12 سنتيمتر يعني ليه 6 سنتيمتر. السنويد دوت استريتش فاصبح سيركل لوب، فاصبح سيركل لوب بحيث ان البي سنويد هاف البي بتاع اللوب ده مكتوب في الشرح فوق. البي بتاع السنويد، البي بتاع السنويد بقى ايكوال هاف البي بتاع الافرنس لوب. بيقول لي في الحاجه يبقى طول الواير كان بكام؟ طول الواير كان بكام؟ الطول كان بكام؟ طول الواير كان بكام؟ البي سنويد ميو ان اي على ال ايكوال هاف البي لوب ميو ان اي على 2 ار. هشوف ميو ان اي مع يو ان اي بقت ال اللي بتساوي 4 ار، ال اللي بقت بتساوي 4 ار، 4 والار ب 6 سنتي في 10 باي 2 يبقى ال اللي توتال 0.24 متر. بعد كده المساله اللي بعدها اللي هي نمبر 32، 32 عندنا سترونويد وعندنا سيركل لوب. سترونويد اللينث بتاعه 20 سنتيمتر، السترونويد ده البي بتاعته عند الاكس 4 في 10 باي نيجاتيف 3. بعد كده سيركل لوب الديامتر بتاعه 10 سنتيمتر مش هكتب الديامتر يعني الريديوس ب 5 سنتي. بيقول لي ايه في المساله؟ بيقول لي اذا كان البي بتاع سترويد 4 في 10 باور نيجاتيف 3 يبقى البي بتاع اللوب بكام؟ البي بتاع اللوب بكام؟ والكرنت فيهم ثابت. كان في سترويد ضغطته فاصبح سيركل لوب، السترويد ضغطته فاصبح سيركل لوب. عايز نحسب له في الحاله دي البي بتاع السيركل لوب تبقى كام؟ للسترويد الاول ميو ان اي على 2 ار، بي سترويد 4 في 10 باور نيجاتيف 3. ما عنديش الميو ولا الان ولا الاي، بس عندنا ال 0.2 متر، 0.2 متر، يبقى معانا ميو ان اي مع بعضهم، 8 في 10 باي 4. عايز البي البي بتاع السيركل لوب، ميو ان اي على 2 ار، ميو ان اي على 2 ار، ميو ان اي اللي انا خدتها من هنا احطها هنا. على 2، والريديوس 5 سنتي في 10 باي نيجاتيف 2. يبقى في الاول كان سولونويد. سولونويد طوله 0.2 متر وبيطلع فلوس انت عند الاكس بتاعه 4 في 10 باي 3. ما ادانيش غير دول، اروح حاسب ميو ان اي مع بعضها. السولونويد بعد كده استريتشت واصبح ضغطناه فاصبح ضغطناه فاصبح سيركل لوب. الريديوس بتاعه 5 سنتي. عايزني اجيب له البي في الحاله دي بكام؟ ميو ان اي اللي جبناه من فوق احطه هنا. على 2 الريديوس 5 سنتي في 2.2 يبقى جبنا البي بتاع السيركل لوب خلاص. بنكمل. مساله نمبر 33. قال لي عندنا سولونويد طوله 50 سنتي على لفاته 100 ماشي في كولم 2 امبير. في سيركل لوب محطوط بالمديكال على السولونويد، في سيركل لوب محطوط بالمديكال على السولونويد. السيركل لوب الان بتاعتها 20 والاي ب 1 امبير والريديوس 15 سنتيمتر وعايزنا نجيب له البي توتال، عايزنا نجيب له البي توتال. هو دلوقتي السيركل لوب والسولويد بقوا بيربنديكلر، السيركل لوب والسولويد بقوا بيربنديكلر على بعض، بقوا بيربنديكلر على بعض. يبقى محتاج ابص على الرسمه دي. ادي السولونويد ف
فلوكس البلو اهو، ادي السيركل لوب فلوكسها اهو، يبقى التو فلوكس كانوا في اتجاه واحد، كانوا في اتجاه واحد، يبقى البي توتال بي 1 بلس بي 2. البي بتاع السنويد البنفسجي ده اهو كده، والبي بتاع السيركل لوب اللي هو الاحمر ده، الاحمر ده هبص الاقي التو فلوكس بقى بيربنديكولار، ده الكرنت بتاع السنويد وده الكرنت بتاع السيركل لوب. هبص بعد كده الاقي البي بتاع السنويد والبي بتاع السنويد في اتجاه واحد، البي بتاع السنويد بامبير الكرنت كده يبقى الفلوكس بتاعه كده، وبرضه بامبير البي بتاع السيركل لوب الكرنت كده يبقى فلوكسه كده، يبقى هنا التو فلوكس مع بعض، يبقى البي توتال هنا البلاس بتاعهم البي السولونويد والبي لو. ده لو كانوا في اتجاه واحد التو كرنت، لو في اتجاه واحد اجمعهم، في اتجاه واحد اجمعهم. بيقول لي عيدها تاني لما يبقوا في الاوبزيت دايركشن، عيدها تاني لما يبقوا في الاوبزيت دايركشن، يبقى بدل ما اجمعهم ماينصهم، بدل ما اجمعهم اعمل لهم ماينس واعمل لهم ماينس، يبقى نبناها مرتين، مره ما كانت التو كرنت في السيم دايركشن ومره ما كانت التو كرنت في الاوبزيت دايركشن. بنكمل مساله نمبر 34. نمبر 34 34 قال لي عندنا اثنين سولونويد، السولونويد الاولاني عدد التيرن باليونت تنس كان 10 وماشي فيه كرنت 2 امبير، السولونويد الثاني عدد النمبر اوف تيرن باليونت تنس كان 20 وماشي فيه كرنت 4 امبير. عايز نحسب له التوتال مرتين، مره ما يكون التو كرنت في السيم دايركشن ومره ما يكون في الاوبزيت دايركشن، في السيم دايركشن، يبقى التوتال بي 1 بلس بي 2 ميو ان اي على ال بلس ميو ان اي على ال وعوض. ده في الحاله الاولى. في الحاله الثانيه عكسنا الكرنت في واحد منهم، لما اعكس الكرنت الفلوكس اكس، الفلوكس اكس، طب انا ما اعرفش مين الكبير ومين الصغير، يبقى احطها جوه ابسولوت بي 1 ماينس بي 2 وعوض البي 1 ميو ان اي على ال والبي 2 ميو ان اي على ال وعوض كل واحده لوحدها. الميو 4 باي في 10 من 7، ال ان في الحاله الاولى كانت 10، ان على ال كانت ب 10 والاي بي 2. الميو 4 باي في 10 من 7، ال ان في الحاله الثانيه 20 وان على ال ب 20 والاي ب 4. احسب ده كله يطلع 7.5 تايمز 10.5 تسلا. دي نمبر 35، دي اخر واحده، دي اخر واحده. قال لنا ادي السولونويد اهو، ده كده السولونويد بهذا الشكل كده، ليسن تو كله خلص. السولونويد بهذا الشكل في ستريت واير يحمل كرنت 5 امبير وعلى بعد 5 سم من السولونويد، نقطه كده يبقى عندها 5 سم. بيقول لي احسب التوتال هنا، احسب التوتال هنا بيانات الواير، الواير ده ماشي في كرنت 5 امبير وال والديستنس 5 امبير والديستنس دي 5 سم، الديستنس دي 5 سم، 5 سم. السولونويد على التيرن بتاعه تيرن وطوله 15 سم وماشي في كرنت 7 على 22 امبير، يحسب البي توتال، يحسب البي توتال. عايز نحسب له هنا البي توتال. اقول والله بصوا في رقص السولونويد بيبقى على الاكس، لو الواير ده واقف على حيله كده لفوق يبقى الناحيه دي اليمين اكسات، اكسات يعني الفلوكس هنا داخل بربنديكولار، داخل بربنديكولار على الصفحه، يبقى كده بقى عندنا اثنين فلوكس بربنديكولار، اثنين فلوكس بربنديكولار، يبقى البي توتال بي 1 بلس بي 2 سكوير، البي توتال بي سكوير بتاع سنويد بلس بي سكوير بتاع الواير، بي سكوير بتاع سنويد بلس بي سكوير بتاع الواير، نحسبها واحده واحده. البي بتاع الواير تو تايمز 7 بالاي على الدي، الاي 5 والدي 5 والدي اهي 5 سم يعني 0.05 متر. البي بتاع اللوب او البي بتاع الواير، ده البي بتاع الايه الواير جبناه، البي بتاع سنويد ميو ان اي على تو ال على ال، الميو 4 باي في 7 الان ب 10 والاي 7 على 22 والال 0.15، يبقى جبنا البي بتاع سنويد، جبنا البي بتاع سنويد. البي توتال هيبقى روت البي بتاع الواير سكوير بلس البي بتاع سنويد سكوير عشان التو فلوكس بربنديكولار، عرفت ان الاثنين بربنديكولار، فلوكس سنويد ماشي على اكس، الواير ده طالع فيه كرنت لفوق يبقى فلوكس اكسات داخل بربنديكولار على الصفحه، يبقى الفلوكس بتاع السكه لوب وفلوكس السنويد الاثنين بربنديكولار على بعضهم، الاثنين بربنديكولار على بعضهم، يبقى بيجوا بالرول بتاعتهم بي توتال روت ب 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. بس كده شكرا ونشوفكم على خير يوم السبت الجاي ان شاء الله.